الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذه السلسلة إن شاء الله سنمر سريعا على الآيات التي اعتنى بها أهل العلم الذين كتبوا في أحكام القرآن. القرآن فيه آيات وعظية بحتة، وفيه آيات تتكلم على من سبق من الأمم، وفيه آيات تتكلم عن الأحكام التي أمرنا بالقيام بها، والذي أمرنا بالقيام بها هو ربنا جل في علاه. فآيات الأحكام هذه اعتنى بها جمع من العلماء قديما وحديثا، وكتبوا فيها لأن الاهتمام بها ومعرفة ما يريده الله عز وجل منا من خلالها هو أمر مهم ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه ولا يتشاغل عنه. لذلك أردت أن أبين شيئا مما يريده الله عز وجل منا من خلال هذه الآيات. فالآية الأولى التي يتكلم عليها أهل العلم غالبا ممن يتكلمون في الأحكام، سواء يتكلمون ضمنا أو استقلالا، هي قول ربنا جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا عند قول الله وهو يحكي قصة بداية الخلق: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من كلمة خليفة فهمت الملائكة أن الله سيخلق خلقا يخلف بعضهم بعضا، لأن الخلافة هي أن يخلف أحد أحدا. وإذ قال موسى أو وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، يعني كن بعدي في قومي وكن خليفتي فيهم. فمن هذه الكلمة علمت الملائكة أنه سيأتي قوم وأمة يخلف بعضها بعضا، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنه عندها علم مسبق، قيل أنها رأت الشياطين قبل ذلك الجن، أنها لما كانت موجودة في الأرض وخلف بعضها بعضا أفسدت، أو كأن الملائكة عندها علم مسبق أن من يجلسون في الأرض أو يتخالفون فيها، أو أن كلمة خليفة هذه تدل على أن الناس سيتنافسون على الخلافة، وهذا التنافس سينتج منه قتل بعضهم لبعض وحب التصدر والرئاسة المغروس في الناس الذي يغرس فيهم سينتج منه الفساد. لذلك قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما تفتح كتابا يتكلم عن الأحكام المتعلقة بأعمال البشر تجد أنهم هنا يبدأون يتكلمون على حكم مهم، وهذا الحكم لا ينبغي أن تستقر حياة البشر إلا إذا اعتنوا به اعتناء تام، وهو حكم إخراج من يكون خليفة لله في عباده، حكم إخراج من يكون خليفة لربنا في عباده.
يعني نحن معشر البشر في جميع تخصصاتنا وجميع توجهاتنا وعلى جميع اختلاف عقولنا لا يمكن أن تستقيم الحياة، لا يمكن أن تستقيم تماما إلا إذا وجد من يسوسنا على ما يريده الله منا، وهذا الذي يسوسنا ويعلمنا هو شخص يخلف الله عز وجل في ملكه وينفذ في الناس ما يريده الله منه. من هنا نستفيد فوائد كثيرة كثيرة كثيرة، منها أولا أن قضية تنصيب شخص، قضية تنصيب شخص ما ليصبح رئيسا على مجموعة ما ليست قضية جاءتنا من جامعات شرقية أو غربية أو فكر جاء من هنا أو هناك، لا، هي قضية دينية بحتة جاءنا بها ديننا وعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن من الأحاديث وسنته وسيرته. بمعنى أنه ينبغي أن ننتبه نحن معشر المسلمين وأن نجعل نصب أعيننا أن قضية تنصيب شخص ليحكم الناس هي من صميم ديننا، إذ كيف نطبق ما يريده الله منا إلا بمثل هذه الأمور؟ كيف نقطع يد السارق وقد جاء في القرآن؟ كيف نعاقب قاطع الطريق وقد جاء في القرآن؟ كيف نفصل بين خصومات الزوج وزوجته وقد جاءت في القرآن؟ كيف نفصل بين خصومة المتبايعين وقد جاءت في القرآن؟ كيف نعامل من يريد أن يحتل ثروات المسلمين ويريد أن يبيد أهل الإسلام ويريد أن يجعل الأرض تحت سلطانه ودستوره ولا ينتمي لدين ولا يعترف برب وهذا كله جاء في القرآن؟ هذا كله يحتاج إلى قائد محنك فاهم يعي ما يريده الله منه ليطبق في الناس حكم الله. من هذا هنا عند هذه الآية يذكر أهل العلم شروط الإمام الذي يجب أن يكون، ويذكر أهل العلم الأمور التي تجب على المأمومين تجاه إمامهم هذا الذي نصبوه، وكيف ينصبونه، ومتى يصبرون عليه ومتى لا يصبرون عليه. يذكر أهل العلم عند هذه الآيات كثيرا من المسائل المتعلقة بسياسة أمور المسلمين، فلذلك هذه الآية تعلمنا أمرا مهم، وهو أن من ديننا الاعتناء بالسياسة والقيادة، بل لا يمكن أن تقوم شؤون ديننا حتى نهتم معشر المسلمين بأمور القيادة والسياسة، حتى نقود أنفسنا لما يرضي ربنا ونعمر الأرض التي جعلنا الله فيها لنعمرها ويخلف بعضنا بعضا فيها ونطبق حكم الله الذي يريده منا. هذا كله لابد أن نتعلم السياسة التي نسوس بعضنا بعضا، لأن الله يخبرنا أنه جاعل في الأرض خليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في سيرته يبين لنا هو وأبو بكر وعمر وغيره من قادات أهل الإسلام كيف نطبق أحكام الله، كيف ينبغي أن نكون مهتمين بأن تكون مقاليد الأمور بأيدينا، وأن نكون كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإن خزائن الأرض التي تصدر منها أرزاق العباد يشترط أن يكون حافظا من يقوم بها، عالما بأحكام تصديرها وإخراجها، حافظا بمعنى أنه أمين. وفي القرآن يعلمنا ربنا من كليمه موسى أن الفتاة التي جاءت إليه قالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين،
خير من تجعله قائدا أجيرا مسؤولا على شؤون الناس هو القوي الأمين. كل هذا يعلمنا أن القيادة والإدارة والاهتمام بمقاليد الأمور والأمور التي منها ننفع أنفسنا وديننا ونرد كيد أعدائنا الذين يريدون بنا سوءا أنها من سياستنا، فليس من السياسة ترك السياسة، بل من الخياسة والبعد عن التقدم ترك السياسة، بل من ديننا ومن صميم ديننا معرفة أمور الإسلام التي نسوس بها أنفسنا ونتقدم بأمتنا على سائر الأمم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نور الحنان.